خلينا نحكي عن الباثولوجي. الباثولوجي طبعا اكو مصطلحات اول مواضيع راح نشوفوا الامور سهله هي ما يعني حتى الباثولوجي بصوره عامه يعني اغلب الامور انتم ما عليكم فتمشي الامور ان شاء الله بسرعه. نيجي على الباثولوجي اول شيء عندنا راينوساينوسايتس. قبل ما احكي احنا تعرفون عندنا مالتيبل ساينسز بالهيد مثلا عندي ماكسيلاري وعندي اضافه لهذا فرونتال وعندي اضافه الى هذا عندي اثمويدال ساينسز سواء كان انتيرو بوستيرو وهاي كلها وسفينويد وتتذكروها كل زين اعتقد. بصوره عامه احيانا يجيك البيشنت بساينوسايتس يعني منو اكثر بيشنت يعني تيبيكال برزنتيشن تخليك تعرف هذا البيشنت عنده ساينوسايتس تفرق على الفلو عن الكومن كول. يجيك البيشنت فيتشر معينه اوكي هم كلهم يجيكم بكومن فيتشرز لكن اكو فيتشر معينه كلش تفيدك تقول هذا موصلي البيشنت عنده ساينوسايتس بالضبط عنده هيدك وبالتحديد وياها شنو هو بالاكزامينيشن هذا اسوي له. احيانا بالضبط يصير عندهم تندمس واكثر شيء على الماكسيلاري ساينس بالماكسيلاري ريجن اوكي فهذا تقريبا قريب على الخدود وهاي المنطقه هاي كلش نقطه مهمه تشوفون البيشنت فيها كلش دائما يجيك يقول لك دكتور احس وجع بهاي المنطقه اكثر شيء ومن احيانا تسوي له تندمس ممكن تلقى اكو هذا الشيء اوكي فبالتالي هاي النقطه الماكسيلاري ساينس هو الموست فريكونت وان انه يصير بي انفلاميشن فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. اول شيء طبعا الراينوساينوسايتس هي عباره عن شنو؟ عباره عن obstruction of sinus drainage into nasal cavity. هاي الساينس اذا تشوفون المفروض يصير له درينج للنيزال كافيتي. من يصير له obstruction راح يصير عندي مثلا هسه هذا صار له obstruction ما راح يصير بي درينج خلي اختار لون ثاني حتى يكون اوضح. صار هنا مثلا عندي obstruction اوكي او صار هنا obstruction او صار عندي هنا obstruction فبالتالي راح يمنع عندي الدرينج فيجي شنو راح يصير عندي؟ يصير عندي inflammation and pain over affected area. طبعا الموست فريكونت وان هو الماكسيلاري ساينسز اوكي اللي هو طبعا المشكله مالته انه شنو؟ انه هو دي يصير عندي درينج against the gravity يعني الدرينج مالته اذا تشوفون هذا الشيء الماكسيلاري ساينس الدرينج مالته راح يكون بهذا الشكل فهو الدرينج مالته against the gravity اوكي لان فبالتالي دائما بيكون افكتد ممكن يصير عنده شنو؟ انفلاميشن وطبعا اذا تشوفون الصوره هنا من يباوع الفرق بين الصوره اي وبي اكو فرق لو ماكو فرق كلش فرق واضح هاي الاي مثلا اريتد والامور تمام كل زين لكن هنا انا دا اشوف دنس اريا بهاي المنطقه هذا ببساطه تعطيك فكره انه صار انفلاميشن اخلي هاي حتى بالسيتي ممكن تشوفوها طبعا اوكي فبالتالي الموست فريكوينتلي افكتد وان هو الماكسيلاري ساينس ليش دي يكون افكتد لان ببساطه الدرينج مالته اجينست جرافيتي لان الاوبننج مالته تكون سوبيريو ميديالي خلي ببالي هاي النقطه. طبعا انا عندي مالتيبل ميتاس اوكي يصير لها الدرينج وهاي النقطه نشوف هسه هنا بالصوره انا عندي هاي اذا تشوفون النيزال كافيتي طبعا احنا ما نريد نحكي تفاصيل الاناتوم مالته لان هو لو يلد قضيه التفاصيل لكن قضيه الميتس والدرينج مالته مهمه. راح اشوف انا عندي 3 ميتس اذا تشوفون انا عندي هنا ميدل 1 عندي هنا انفيرير 1 هذه المنطقه وعندي هنا سوبيرير 1 من اجي اباوع الانفيرر 1 ايش راح اشوف بها الاوبننج؟ راح اشوف الاوبننج مال نيزو لاكريمال دكت اوكي؟ فبالتالي هاي النقطة الأولى خليها انه الانفيرر ميتس تفتح لها النيزو لاكريمال دكت اللي هي شنو؟ لاكريمال دكت هي قناة الدمع بالعربي اوكي؟ فبالتالي النيزو لاكريمال دكت الاوبننج مالتها تصير بالانفيرر ميتس. طيب الميدل ميتس منو يفتح لها؟ يفتح لها طبعا اثمويدال اير ساينسز مو كلها طبعا لكن اهم شيء اخلي ببالي انه يفتح لها الماكسيلاري ساينس كلش مهم انه الميدل ميتس ترى يجي عليها الماكسيلاري ساينس كلش مهم اخلي ببالي هاي النقطه. بالمقابل اهم شيء اعرف طبعا اضافه لهذا الانتيرير ريثمويد هم يفتح على الميدل ميتس حتى يكون بعلمكم اوكي. بالمقابل الابر ميتس من راح يفتح عليها؟ راح يفتح لها السفينويد. طبعا السفينويد اقدر اتخيل اشهر شيء من يقول السفينويد نحكي تقريبا داخل قريب على البرين اوكي فتخيل دائما فوق حتى اعرف دي يفتح شنو السوبيرير ميتس اضافه الى هذا يفتح لها البوستيرير اثمويدال سيل فبالتالي حتى ما انسى اس اللي هو السفينويد
يفتح للسوبيريور، والبوستيريور اللي بيها اس ايضا تفتح للسوبيريور حتى ما انزل هذا الشيء. فبالتالي بدنا نشوف موجود طبعا عندكم السوبيريور ميتس راح يفتح لها من هو سفينويد والبوستيريور، فانا احفظ هاي الاس سفينويد بوستيريور اثمويدال. الميدل وان راح يصير الفرونتال الماكسيلاري والانتيرير اثمويدال، بالمقابل الانفيرير راح تفتح لها النيزول اكلمات. طبعا الراينوساينوسايتس الموست كومن كوز هو عباره عن فيروسز، واشهر واحد هو الراينو فيروس من اسمه، لكن من يصير عندي سكندري بكتيريال انفكشن الموست كومن كوز شنو هو؟ موست كومن كوزز، وطبعا هذا راح اسال سؤال ثاني اللي يحضروا مايكرو، سؤال ثاني راح يجيهم يستعدون له، بس الراينوساينوسايتس ديو تو راينو فيروس، اذا صار عندي سكندري بكتيريال انفكشن موست كومن هو الاتش انفلونزا، بعدها ستربتوكوكس نيمونيا، بعدها مورجزيلا كاترالس. اوكي، وهنا أنا راح يجيني سؤال، بيشنت اجاني بانفلونزا نتيجه الفيرال انفكشن، اوكي هذا البيشنت برايكم من يجيني شو اسمه اذا صار عنده سكندري بكتيريال انفكشن اتوقع شنو البكتيريا كمان اللي البوست فيرال انفكشن حكيناها هواي وكان عليها السؤال بالضبط. عاشت لكم كل الزين الستاف اوريوس كل الزين بعدكم تتذكرون عاشت لكم. فبالتالي خلي بالي حتى ما اخبط بين هذه المعلومه وهذه المعلومه. طبعا احنا من شنو نخاف؟ مرات الساينس انفكشن يصير بي سكندري اكستنشن دينجرس اريا، ممكن يوصل للبرين ويجيك البيشنت مننجايتس، ممكن يوصل للكفرنس ساينس ويجيك البيشنت بكفرنس ساينس ثرومبوسس ان شاء الله احنا نحكيها بعدين بالسي ان اس، ممكن يوصل للاي ويجيك البيشنت اوربيتال سيلولايتس اللي هي هاي كلها ترى على فكره توب امرجنسي هاي الكيس، مننجايتس اوربيتال سيلولايتس كفرنس ساينس ثرومبوسس كلها. فبالتالي هاي الساينس لان قريبه على البرين احنا كلش نخاف من عندها، فبالتالي هاي النقطه الاساسيه اللي اخليها ببالي. اهم سؤال تخلوها ببالكم، الموست كومن كوز اوف راينوساينوسايتس هو فايرال، لكن سكندري بكتيريال انفكشن اخليه هو الاتش انفلونزا حتى ما انسى هذا الشيء. تمام واضح يا اطباء؟ عندكم مشكله؟ تمام نيجي على الشيء الثاني هو الابيستاكسس. الابيستاكسس طبعا هواي شائع، في ماك واحد ممر عليه بيشنت صار عنده ابيستاكسس. الابيستاكسس اور نوز بليدنج هو كمان، والكوز مالته عاده احنا نقسمه الى انتيرير وبوستيرير. الانتيرير يكون نتيجه لدمج او انجري البلكسس معين نسميه كسل باخ بلكسس، وهنا نتذكر حكينا عن هسل باخ تراينجل، من يتذكر يا ديزيز هاي او يا منطقه هسل باخ تراينجل يا هرنيا بالضبط. اوكي انجوينال هرنيا بالضبط، الدايركت انجوينال هير. تمام الهسل باخ تراينجل. تمام بالمقابل احنا عندنا كسل باخ بلكسس اللي هو عباره عن بلكسس موجود بالانتيرير سيرفيس اوف ذا نوستريل، يعني نير ذا اوبننج اوف ذا نوز. هذا طبعا عاده الهيمورج مالته يكون مايلد مو كل شيء يخوف، وعندي مالتيبل ارتري تكون هي السورس اوف هيمورج. مثلا شنو عندي؟ السوبيرر ليبيال ارتري اللي هي قريبه الشفه عليها حتى ما انسى السوبيرر ليبيال، عندي انتيرير وبوستيرير اثمويدال ارتري، عندي جريتر بلاتاين ارتري، وعندي سفينو بلاتاين ارتري. بالمقابل احيانا يصير عندي بوستيرير سيجمنت بليدنج، اشهر شيء اللي هو سفينو بلاتاين ارتري اللي هو برانش من الماكسيلاري ارتري. اوكي هاي طبعا احيانا يكون لايف ثريتنج كونديشن، الانتيرير يكون عاده ما مو كلش اخاف من عنده، لكن البوستيرير مرات يكون سيفير، فبالتالي خلي ببالي هذا الشيء. طبعا شنو الموست كومن كوز اوف ابيستاكسيس؟ انتم برايكم الشخصي most common cause of epistaxis. شنو نوع التراما؟ اوكي تراما، شنو نوع التراما؟ بالضبط نوز بيكينج، هاي البيشنت دائما بالضبط باي فينجر، هاي الموست كومن كوز انه يجيك الطفل او الكبير حتى الكبار ترى يجي دائما شو اسمه مثل رئيس الوزراء السابق. اوكي هذا حتى ما تنسوها او الاسبق من صار هو. المهم
فبالضبط هاي قضية النيزل بيكينج، هاي دائما شو اسمه بالفنجر وما ادري شنو يصير عندهم هاي العادة، انه يصير هو هذا الموست كومن كوز اوف ابيستاكسيس بالتحديد الانتيرير وان. اوكي حتى تعرفون هاي النقطة، هي تروما، شنو الكوز مال تروما هو هاي النقطة. اضافة لها طبعا ممكن فورن بادي، ممكن الرجيك راينايتس، ممكن عندي انجيو فايبروما هسه راح ناخذها، ممكن تسوي لي بليدنج، لكن الموست كومن كوز هي التروما وبالتحديد باي فينجر مثل ما قلت. اوكي فخلي ببالي هاي النقطه. الانتيريا يكون عن طريق الكسل باخ بلكسس، البوستيرا عن طريق سفينو بالاتاين ارتري، اخلي ببالي هاي المعلومات اللي هو برانش من المكزيلري ارتري. طيب نيجي ناخذ موضوع ثاني اللي هو نيزل بولب. النيزل بولب عباره عن شنو؟ عباره عن بروتروجن اوف ايديماتس انفلامد نيزل ميوكوزا، عباره عن بروتروجن اوف ميوكوزا. واعتقد كلكم شايفين البولب سواء من حكينا عنه بالجي اي تي او هسه من نحكي بالنوز. النيزل بولب احيانا بستيب 1 تسال عليها بسؤالين، يا اما يجيب لك طفل عنده نيزل بولب، وهذا السؤال كلش مهم، اجاك طفل عنده نيزل بولب وانت ما تعرف عنه كل شيء ويقول لك شنو النيكست ستيب بالدزه، شنو برايكم تخيلون هذا الكيس؟ النيزل بولب بطفل لازم تخلي عندك ببالك انه رايز ذا سسبنشن اوف سيستيك فايبروسيس، دائما تفكر بهذا الشيء، فتقول له النكست ستيب ادز سويت كلورايد تيست. من يجيك طفل عنده نيزل بولب فكر بسيستيك فايبروسيس، هاي المعلومه راح نرجع نحكيها نحكي بالجينيتكس على السيستيك فايبروسيس، لكن من هسه يجيك طفل عنده سيستم عنده نيزل بولب وقال لك شنو النكست ستيب تسوي له، دزه سويت كلورايد تيست، وان شاء الله راح ناخذها من نحكي ان شاء الله على السيستيك فايبروسيس. لكن الحاله الثانيه اللي ممكن تسال عنها انه هي قضيه اسبرين انديوس اسما، اللي هم يجوك ترايت اوف اسما وذ اسبرين انديوس برونكوسبازم، يعني عنده برونكوسبازم نتيجه اخذ اسبرين وذ نيزل بولب. هاي عاده هاي الحاله الثانيه، انه يجيب لك كيس بيشنت اخذ اسبرين صار عنده برونكوستريكشن وهو عنده هيستوري اوف اسما، ويقول لك تتوقع ممكن تلقى فايندينج وياها؟ ممكن تلقى نيزل بولب. فخلوا ببالكم هاي النقطه ولا تنسوها. تمام اطباء، هاي المعلومتين على البولب السيستيك فايبروسيس، قضيه هاي الترايد اوف اسما اسبرين دوس برونكس باس من نيزل بولب، كلش مهمه هاي الشغله، وبالتحديد السيستيك فايبروسيس لازم تنسون. اتصور اكو سؤال يمكن اتصور بامبوس على هذا الشيء، المهم فلا تنسون هاي النقطه وخلوها ببالكم. طيب نيجي نحكي على ديزيز اخر اللي هو فوكال كورد نودول، او يسموه احيانا سنجلز نودول. ذول احيانا اللي عندهم اكسسيف يوز اوف فوكال كوردز، يعني بين قوسين الناس يستخدمون صوتهم بشكل كلش دائم، مثلا اللي يغنون هاي بس ما ادري شو ما نشوفه ما شاء الله يغنون كلهم صار لهم عمرهم 70 سنه وبعدهم نفس الشيء. المهم ذول يصير عندهم نتيجه الاكسسيف يوز اوف فوكال كوردز، ايش يصير عندهم؟ يصير عندهم عباره عن ديجنراتيف تشينجز. هاي الديجنراتيف تشينجز يصير بهيئه شنو؟ بهيئه نوديول. تشوفون هاي الصوره مثلا، تشوفون هذه التشينجز ممكن تكون عاده باي لاترال، اوكي هاي وهاي، ممكن هاي عباره عن شنو؟ هاي عباره عن نوديول. هاي النوديول تكون عباره عن ديجنراتيف تشو، عباره عن ميكسويد تشو، كان هذا الشيء مالته. طبعا مو شرط تعرفون الهيستولوج مالته مو فد شيء، لكن خلي ببالك انه ذول يجي نتيجه شنو؟ اكسسيف يوز اوف فويسز، اللي يغني مثلا واحد ها دائما يلطم، هذول جماعه شو اسمه شو يسمون ذول اللي يجيبون بالفواتح ما شنو المله ما ادري، المهم اي هو بالضبط مله ما اعرف شو يسمون ذول اللي يظلون يعددون وما ادري شنو المحاضرات. طبعا اذا واحد يحكي بصوت عالي هم ممكن يصير عنده بعدين، لكن الحلو بيه انه هو ريفيرسبل، بس البيشنت عاده يقلل هذا الايفورت على الفوكال كورد ممكن يصير له سبسايد. تمام اوكي. طبعا احنا العراقيين المفروض هواي عندنا هيك، لان هو الشعب ما شاء الله كله يحب شو اسمه يستخدم صوته بصوره عاليه، حتى من يحكي طبيعي صحيح من الشعب، فجوز هواي لو تشوفهم تلقى عندهم هذا الشيء. anyhow نيجي على الانجيو فايبروما. الانجيو فايبروما هو عباره عن بناين تيومر، من اسمه انجيو عباره عن بلاد فازلز، الفايبروما عباره عن فايبرس تشو، فهو عباره عن بناين تيومر اوكي، متكون من شنو؟ من لارج بلاد فازلز والفايبرس تشو. اوكي نشوفه عاده بالادلت ميل، ممكن يجيني بشنو؟ بابيستاكسس. خلوا ببالكم وهذا شفناه بالديفرنشال دايجنوستس بالابيستاكسس. طبعا هو ماكو شيء، اذا راد تجيب لك اياه سؤال كلش يقول لك انه احنا شفنا بيشنت اجانا بابيستاكسس وشفنا عنده
ماس كذا صوره، ويجيب لك صوره اكو فايبرس تشو وياها بلاد فازلز، اوكي؟ فيقول لك توقع عشان الفاينلينج هذا انجيو فايبروما، لكن او ممكن يجيب لك صوره بطريقه ثانيه انه البيشنت جاك بروفيوز بيستاكسس وقال لك شفنا عندنا ماس، تتوقع شنو الكونسستنسي مال الماس؟ تجاوب انه انا ممكن اشوفها او شنو الهيستوباثولوجي راح اشوفها؟ اشوف بلاد فازلز وفايبرس تشو. طبعا هذا الشيء يعني قليل لويلد هذا، بس قلنا نذكره يعني حتى واحد يكون بالسيف سايد، رغم انه اسمه يفسر كل شيء. بالمقابل نحكي على اللارنجيال بابيلوما، رغم هاي عاده اللي حضروا مايكرو يعرفون هذا الشيء، انه اللارنجيال بابيلوما يشوفها يا بيشنت اللي يصعدهم هيومن بابيلوما فايروس، بالتحديد يا سيروتايب اللي هي البناين 1 6 و11، وهذا الشيء اتفقنا عليه، اوكي؟ عاده تكون ممكن سنجل بالادلت، ممكن ملتيبل بالتشلدرن، لكن مو فد شيء، لكن اهم شيء يعني هنا النقطه حتى اذكركم شنو، انه ممكن يصير عندي بابيلوما على الفوكال كورد نتيجة الهيومن بابيلوما فيروس، ممكن يجي البيشنت بهورسنس. فبالتالي لو أقول لكم إجينا وشفنا عندي سم ليجن على الفوكال كورد، نعطيني تو ديفرنشال دايجنوسيس، طبعا اكو بعد مالجنسي وهاي، لكن نعطيني اللي حتى الآن حكينا عنها شنو؟ بالضبط ممكن سنجر نوديول وممكن هيومن بابيلوما فيروس. فبالتالي لا تنسون الهيومن بابيلوما فيروس كلش له علاقة هواية بالقضية الأوروفارنجيال، هواية مانيفستيشن كبيناين وكمالجنانس، اوكي؟ فبالتالي لا تنسون هذا الشيء. تمام، نيجي نحكي على الهيد اند نيك كانسر بصوره عامه، خلوها ببالكم، احنا ما راح نحكي عن تفاصيلها، لكن الهيد اند نيك كانسر من نحكي الموست لايكلي تكون هي سكويموس سيل كارسينوما. هاي النقطه الاولى خليها ببالي. اكو اسئله كمان دائما تسالون عنها، اللي هي علاقه الهيومن بابيلوما فيروس بالاوروفارنجيال، دائما الهيومن بابيلوما فيروس يربطوا ويا الاوروفارنجيال كارسينوما، والاي بي فيروس يربطوا ويا النيزوفارنجيال كارسينوما، فلا تنسون هذا الشيء ولا تخبطون بيناتهم. البابيلوما ويا الاوروفارنجيال، ما انسى هذا الشيء، اوكي؟ البابيلوما ويا الاوروفارنجيال، اوكي؟ بالمقابل الاي بي فيروس ويا شنو؟ ويا النيزوفارنجيال. وشلون نسوي هاي؟ منو يقدر يختار عنا مثلا فد نيمونيك فد شيء نتذكر هذا الشيء؟ نيزوفارنجيال اوروفارنجيال. ما ادري ماذا يجي باي شيء. يلا سعود، اذا واحد من عندكم اخترع هذا الشيء انتم ساعدوني. مرات صراحه انا هاي النمونيك ما افكر بها، تجي هي ويا المحاضره، ف بس ممكن شنو اني هو ذكرت شيء عود اربطوا هيومن بابيلوما ويا الاوروفارنجيال والاي بي فيروس ويا النيزوفارنجيال. تمام، اي بي فيروس اني هو. فالريسك فاكتور للسكويموس سيل كارسينوما مثل اللي حكيناها بالاسفيجاس، تتذكرون من قلنا شنو؟ قلنا ممكن التوباكيوز، ممكن الكحول، اوكي؟ وحده اضافه الى هذا، طبعا اضيف الهيومن بابيلوما بالنيزو بالاوروفارنجيال نو نيزو بيفور ممكن هذا الشيء، اوكي. اوكي، نوز بيفور ماوث، اوكي. يعني شنو تقصدون؟ ها اوكي، ممكن صح. ها هي تمام. هاي خوش فكرة، أنتم اخترعتوها، اوكي. يقول لك إنه النوز هو بيفور ماوث، يعني كارتفاع أعلى من الماوث، فاحفظوا الـ E قبل الـ H، صح لو لا بالحروف؟ مو صح هذا تقصده انت؟ اوكي لطيف هذا الشيء. فالاي بي فيروس هو نيزو فارنجيال، ليش؟ لان انت النوز هو اعلى نعتبره من الاورال، اوكي؟ فبالتالي يعتبر النوز هو اعلى، فاكيد الحرف قبله يجي، فبالتالي الاي بي فيروس الاي هو قبل الاتش، فاتس اوكي يعني فاين. هاي اذا عجبتكم من الدكتورات احفظوها، اتس اوكي. فتمام، فالسكويموس سيل كارسينوما دائما يكون عباره عن توباكولوز، عباره عن الكحول، وهذا الشيء حكيناه من حكينا عن الاسفيجال كارسينوما. اضافه الى هذا يقول لك ترى احيانا يصير عندي فيلد كانسرايزيشن، يعني شنو؟ يعني ممكن يصير عندي دمج الوايد ميوكوزال اريا، فيجيك البيشنت كانه عنده مالتيبل تيومر، اوكي؟ نتيجه الاكسبوجر مثلا يا اما توباكولوز يا اما الكحول يوز، هذا اكسيف اكسبوجر ممكن يجيك البيشنت مالتيبل مالجنسي، اوكي؟ طبعا ده يقول لك اضافه لهذا النيزوفارنجيال كارسينوما المانيفستيشن مالته شنو؟ ممكن يجيك بنيزل اوبستراكشن، ممكن يجيك بديسشارج ابنورمال اودر، يجيك ابيستاكسس، اضافه الى هذا ممكن يجيك اوستاكين تيوب اوبستراكشن، فيجي البيشنت عنده ريكرنس
ear infection, recurrent otitis media, recurrent otitis media with effusion احيانا يصير عندهم hearing loss. ليش؟ لان ببساطه من اباوع على الاناتومي مال اوستاكينسيو راح اشوف انه هي دا يصير عندي من الميدل اير دا اسوي درينج وين للنيزوفارنس، دا تشوفون هذا الشيء. اوكي، من يجيني البيشنت عنده مالجنسي ممكن يصير عندي اوستاكين تيوب ديسفانكشن، فيجيك البيشنت بريكرنت اوتاكس ميدي احيانا ستبي او افيوجن وهاي التفاصيل، فخلي ببالي هاي المعلومه وما انساها. تمام اطباء، هذا اللي يخص الجزء الاول من المحاضره. تعبتوا انتم؟ لو اوكي ما ظل انه هواي شغلات بس اوكي مشكله، ارتاحوا اخذوا بريك هسه الساعه 9:12 دقيقه، نرجع نكمل إن شاء الله 9:25 دقيقة. تمام؟ أوكي أطباء، إن شاء الله نكمل المحاضرة. الصوت تمام؟ أوكي، خلينا نحكي عن ديزيز كلش هايض اللي هو البولمونري امبوليزم. وقبل ما نحكي عن البولمونري امبوليزم لازم أكو شيء دائما ينذكر قبله اللي هو دي في تي. ليش؟ لأن دي في تي أو ديب فين ثرومبوسيس عادة يبدي هو خلينا نقول التريجر فاكتور، هو يعتبر خلينا نقول البريكورسر للامبوليزم. اوكي، فبالتالي لازم نعرف الريسك فاكتور للدي في تي، شلون دا يصير البيشنت، شنو يجيني بمانيفستيشن، حتى بعدين نعرف البولمونري امبوليزم بالتفاصيل. الدي في تي عادة هو عبارة عن شنو؟ هو من اسمه ديب فينس ثرومبوسيس. احنا نعرف بصورة عامة انا عندي سوبرفيشال فين وعندي ديب فين، احيانا يصير عندي بلودي كلوت فورميشن وذين ديب فين، فيجيني البيشنت بمانيفستيشن كلنا نعرفها. اللي يجيكم بيشنت من تفحصه تشوف عنده سوالينج، عنده بنفس الوقت عنده ريدنس، تشوف اضافه لهاي المنطقه احيانا يكون بيها بين، احيانا تشوف اكو من تلمسه تحسها هوت، هاي كلها طبعا هاي المانيفستيشن نشوفها. طيب ليش دا يصير عندي انا مثلا هذا الكلوت؟ ليش دا يصير عندي ثرومبوسيس؟ شنو الكوز مالته؟ لقوا انه احنا عندنا زيركوس ترايد اللي عندنا احنا ثلاث شغلات اساسيه تخلي البيشنت يصير عنده دي في تي. اول شغله اللي هي الستيسيس، لهذا دائما البيشنت مثلا احنا من تسوي عمليه البيشنت دائما ننصحهم انه هو ايش قد قوم ايش وقت ما تقدر تتحرك، ايرلي موبيلتي تقلل هوايه من الكومبليكيشن بوست اوبراتيف سواء الميتابوليك ريسبونس للتروما او الدي في تي. فبالتالي يعني اتذكر من كنا حتى هسه مثلا من نشتغل عمليات البيشنت مثلا ورا ساعتين نحاول نقول له قوم، حتى مثلا ذول الابندسايتس ما ادري شنو من تشتغلهم ابندسكتهم تحاول قدر الامكان ترجع له يقول له اوكي امورك تمام ساعتين ثلاثه وبدي قوم، مو اللي ينتظر البيشنت يبقى 24 ساعه نايم على الفراش وما اعرف شنو. فانت الايرلي موبيلتي يقلل الميتابوليك ريسبونس للتروما وبنفس الوقت يقلل هاي الستيسز فيقلل الريسك انه يصير عندي دي في تي. فاضافه الى هذا طبعا هذا الستيسز ممكن اشوفه البيشنت بوست اوبراتيف، ممكن اذا البيشنت عنده لونج درايف مثلا واحد رايح طريق طويل مثلا رايح من بغداد ومسافر مثلا شخص انا كواي ناس يروح مثلا بالبر على تركيا مثلا اوكي فيروح مثلا طريق يجوز 10 12 15 ساعه ما اعرف ايش قد، فبالتالي هذا اللونج. نفس الشيء فلايت مثلا انت مسافر من هنا لامريكا طريق تقريبا 16 18 ساعه اوكي او حسب الولايه اللي تروح لها، فهاي كلها ممكن اللونج هاي اللونج فلايت بدون ما تتحرك بدون ما هاي ممكن يصير عندك دي في تي. فبالتالي حتى خصوصا الكبار بالعمر دائما تنصحهم حتى بالطياره مثلا يقومون يتحركون قدر الامكان، لان هذا البرولونج سيتنج هذا راح يصير عندي ستيسز فيعتبر بريكارسر حتى يصير عندي دي في تي. اضافه لهذا ممكن بيشنت عنده كوجرابل ديزيز الهايبر كوجرابلتي، مثالها مثلا حكينا هوايه عن فاكتور 5 لايدن اذا تتذكرون، حكينا عن ايضا البريجننسي وقلنا هي تعتبر ممكن ستيج اوف هايبر كوجلابل ستيج. اوكي، اضافه لهذا الاورال كونتراسبتيف ان شاء الله نحكيها من نحكي عن الريبرودكتيف سيستم، فبالتالي هذا قضيه الكوجليشن ديفكتس ممكن تسوي البيشنت تسوي له دي في تي. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه تتذكرون من حكينا من قلنا من يصير عندي انجل للتشو عاده شلون يصير عندي الريسبونس؟ الريسبونس يكون عن طريق برايمري وسكندري هيموستاسيس. البرايمري يكون عن طريق اللي يصير عندي اكسبوجر سب اندوثيليال كولاجين، وهذا السب اندوثيليال كولاجين من راح يجي يرتبط وياه بوقتها؟ منو يتذكر؟ من بالضبط الفون والبراند فاكتور. فبالتالي احيانا نتيجه الاندوثيليال دامج راح يصير عندي اكسبوز للسب اندوثيليال كولاجين اللي راح يرتبط بالفون والبراند فاكتور، وبعدين يصير عندي بليتليت اجريجيشن شو اسمه
بليتلتس ادهيجن، وهاي قضيه بعدين ليتر اون اجريجيشن، وهاي التفاصيل. فبالتالي اخلي ببالي هاي الثري فاكتورز اللي هي الستيسز، الكوغليشن ديفكتس، الاندوثيليال دامج تعتبر هي البري ديسبوزنج فاكتور حتى البيشنت يصير عنده دي في تي. طبعا الموست بولمونري امبوليزم ينشا نتيجه دي في تي، وبالتحديد دي في تي بيا مكان ممكن يصير بالابر ليم، دي في تي ممكن، ممكن يصير باي مكان ممكن، لكن موست كمان سايتس وين يصير عاده؟ يصير باللور ليم، وبالتحديد بالبروكسيمال ديب فينز اوف لور اكستريميتي، يعني الفيمورال كلش كمان، البوبليتيال ايلياك اوكي، اكثر من الديستال، يعني اكثر من الدورزالس بيدس مثلا، سوري بدنا نحكي على الفين، اكثر من الجريت سافنس فين، اكثر من الليزر سافنس فين، عاده نشوف اكثر الدورزالس بيدس ارتري سوري يعني اوكي. فبالتالي ممكن اكثر اماكن اشوفها هي البروكسيمال فينز باللور اكستريميتي، وبالتحديد الفيمورال كلش كمان، الياك ممكن، بوبليتيال فين ممكن. طبعا الدي في تي بصوره عامه اكو ملتيبل ستديز ممكن نسوي لها دايجنوستس، مثلا الدي دايمر ممكن يعطيني فكره. وتتذكرون احنا حكينا عن الدي دايمر من حكينا تتذكرون بالبايو ستاتستكس، من قلنا انه هو ممكن نستخدمه ليش؟ لان هو سنسيتيف، فيفيدني حتى شنو هو بالبدايه اعرف هل هذا البيشنت عندي اكسكلود لو لا. فقلنا ممكن ليش؟ لان هو هاي سنسيتيف، فالدي دايمر من يطلع لك بوزيتيف تفكر بالضبط يفيدني كسكرينينج. دي مثل تذكرون قلنا سنسيتيف سناوتس، اذا تذكرون هاي الكلمه سناوتس يعني سنسيتيف تو اكسكلود تو رول اوت ذا ديزيز، بالمقابل سبين سبيسيفيك ان يعني حتى اقول هذا عنده الديزيز. فبالتالي هذا الدي دايمر هو هاي سنسيتيف فيفيدني اسوي اكسكلودنج للديزيز اوكي. فمن يطلع لي الدي دايمر بوزيتيف اقول للبيشنت ترى انت احتمال عندك دي في تي وانت احتمال ما عندك دي في تي، لكن من يطلع لي نيجاتيف اقدر اقول له بسرعه اقول له ماكو دي في تي اوكي. فبالتالي الدي دايمر لان هو شنو يرتفع بمالتيبل ديزيزز، فمن كل شيء يفيدني كسبيسيفيك لكن يفيدني كسنسيتيف، فهو يعتبر كسكرينينج تيست، وهذا الشيء حكيناه هواي بالبايو ستاتستكس. لكن التكنيك او الايمجنج اوف تشويس بالدي في تي هي الترا ساوند دوبلر اوكي، اللي هي الكومبريشن الترا ساوند دوبلر ستدي. طبعا البيشنت اللي عنده دي في تي لازم تنطيه تريتمنت، التريتمنت لها مالتيبل تايبس اوف تريتمنت، يعني احنا احيانا نعطي لو مولكيولار ويت هيبارين، مرات نعطي ان فراكشنيتد هيبارين، مرات تنطي البيشنت عاده انتي كوجلات معينه، مرات تنطي تضطر تنطي ثرومبوليتيك ثيرابي، وبالتحديد اذا صار عندي بولمونري امبوليزم ايش وقت هاي الشيء على اي اساس اختارها. طبعا احنا تتذكرون حكينا الفرق بين لو مولكيولار ويت وبين الان فراكشنيتد هيبارين اذا تتذكرون، وقلنا شو تستخدمها وعلاقتها ويا الرينال فيلير اذا تتذكرون هذا الشيء. لكن انتم كستيب 1 مو طالبين تعرفون تفاصيلها ايش وقت ابدي البيشنت هاي التريتمنت وشنو النكست ستيب. هاي بستيب 2 سي كي كلش هوايه اسئله عليه، انه البيشنت راح تنطي لو موليكولار ويت، لو ان فراكشنيتد، لو ثرومبوليتيك، لو انتي كوغلانت، شو تسوي له مثلا، وبالبولونري امبوليزم تخلي له فينا كيفا فلتر، اكو هوايه لها مانيفستيشن ان شاء الله بوقتها من تكون ستيب 2 سي كي راح تعرفون هاي التفاصيل. لكن انت بستيب 1 تخلي ببالك ضروره تنطي انتي كوغلانت، سواء كان هيبرين، سواء كان الدايركت وان اللي هو ريفاروكسابان وابيكسيبان اللي تشتغل على الفاكتور 10 وغيرها اوكي. فبتعرف هاي النقطه تخلوها ببالكم وما تنسون الدي في تي. اكو سؤال عن الدي في تي لو تمام؟ اوكي خلينا نحكي عن البولمونري امبوليزم اللي هو موضوع كلش مهم وهواي يشوفوا عادة بالمستشفيات، وهواي بيشنتس يروحون يموتون وما حد يدري صدن. يعني انت كنت مثلا، انا اتذكر دكتوره بدها تحكي كانت وياي، انا كنت مثلا الطابق الثاني مال ميل وهي كانت الطابق الثاني مال فيميل، فجأة تقول كنت اتصور بيشنتس وكانت زينه واوكي وهاي، تعديت طلعت من الغرفه دا اتصور الغرفه الثانيه، هناك صحاني دكتوره تعال على هاي المريضه، ايش بيه هاي المريضه؟ اجي اشوف ماكو اي ريسبونس، ماكو بالس، ماكو اي شيء، اجي اسوي سي بي ار ما لحقت على البيشنت وصاعدها ديث. من بعدين سووا لها على الاوتوبسي على تقرير الطب العدلي طلعت بولمونري امبوليزم. فبالتالي البولمونري امبوليزم يراد له دائما تخليه ببالك، دائما تخليه بدايه الديفرنشال دايجنوسيس، يعني بسرعه يضيع من عندك هواي، خصوصا انت ويا الخبصه ممكن تروح تفكر هذا البيشنت نيمونيا، ممكن تفكر هذا البيشنت عنده فد ديزيز موند انفكشن،
لان ما راح يجيك اكو فيتشر معين يقول لك ترى هايبر مناي امبولس. ممكن الشيء الوحيد اللي يجيك البيشنت يقول لك دكتور عندي تاكيبني او تاكيكارديا او عندي تشيست بين. فالتانت هواي تاكيبني او تاكيكارديا او تشيست بين لها وايد ديفرنشال دايجنوست، خصوصا اذا البيشنت هو بالهوسبيتال. ممكن تفكر صار عنده انفكشن، ممكن تفكر هذا البيشنت ممكن عباره عن سايكولوجيكال انسلت، ما اكو هواي شغلات. فانت لازم تخلي ببالك هاي ليفل اوف سسبشن للبيشنت اللي عنده بلمونري امبوليزم حتى تعرف شخصه. اوكي، البلمونري امبوليزم يصير نتيجه شنو؟ نتيجه الاوبستراكشن اوف بلمونري ارتري اور اتس برانشز. نتيجه شنو؟ نتيجه الفورن ماتيريال. هاي الماتيريال ممكن تكون عباره عن امبولاي او ثرومبوسايت شاورنج فنسميها امبولاي. ممكن النتيجه هاي الكونتنت مالتها يعني عباره عن مثل الثرومبوسيس. اوكي، ممكن الكونتنت مالتها عباره عن فات فيصير عندي فات امبوليزم. ممكن عباره عن اير. اوكي، فيصير عندي اير امبوليزم. وممكن عباره عن امنيوتيك فلويد فيصير عندي امنيوتيك فلويد امبوليزم. هاي كلها ان شاء الله هسه بعد شوي نحكي التفاصيل، لكن الموست كمان اللي هي نتيجه للثرومبوسيس. الاورجن مالتها وين؟ غالبا مثل ما قلنا باللور اكستريميتي. عادة الافكتد الفيولاي اللي بيصير بيها بولمري امبولزم، تذكرون ان الفي كيو ايش راح تصير؟ عندي في اوكي لكن الكيو هي زيرو، فراح تكون هي عباره عن فنتليتد بات نوت بيرفيوزد. فعندي فنتليشن بيرفيوجن مس ماتش، هذا الشيء حكيناه بالضبط انفينيتي النتيجه راح تكون. فبالتالي راح يصير عندي هنا ديد سبيس لو شانس برايكم بالبولمري امبولزم. نعتبر هذا شنو؟ نعتبره dead space. عاش تيتكم. زين هذا corrected with O2 ولا لا؟ بالضبط، ممكن يصير له improvements with O2. عاش تيتكم. البيشنت شو راح يجيني؟ راح يجيني ب sudden onset of dyspnea. إضافة لهذا ممكن عنده pleuritic chest pain. وياها ممكن تاكيبنيا، تاكيكارديا، ممكن يشوف يصير عندهم هايبوكسيا. هايبوكسيميا ونتيجه لهذه الدزنيا وتكبنيا ممكن يصير عندهم واش اوت سي او 2 فيصير عندهم ريسبيرتوري الكالوسيس. عاده اكو نوع من الامبوليزم ممكن تقعد وتسد شو اسمه التو برانشز، يعني راح تشوفون صورتها بشكل اوضح. تشوفون هاي الامبوليزم اللي عندي كانوا قاعده هنا وهنا، هاي نسميها سد الامبوليزم. نفس الشيء هنا عندكم بالكتاب صوره لها، بس هاي الصوره يمكن اوضح. هنا اذا دا اشوف هنا الصوره اوكي راح اشوف شنو، كانه انا عندي هذه كانه ساد قاعده كانه ساد التو برانش فسميها ساد الامبوليزم. اوكي، وطبعا البيشنت ممكن يصير عندهم سادن داث باي ساد الامبوليزم. ليش؟ لان ممكن يدخلون بشيء نسميه بي اي اي اللي هي بولس بلس الكتريكال اكتيفيتي. نتيجه شنو؟ نتيجه انه انت تيجي تشوف الهارت ممكن اكو نبض ماكو بولس. اوكي، نتيجه شنو؟ دي يصير عندي الكترو ميكانيكال ديسوسيشن، يعني الهارت تحسه كالكتريسيتي دا يشتغل، اكو الكتريسيتي على الهارت، لكن شنو؟ من تجي انت تباوع على البولس ما راح تشوف، فيسميه بولسلس الكتريكال اكتيفيتي، انه تشوف البولس ماكو، لكن من تجي تحط انت مالتك جهاز مثلا الدي سي، من تجي تحط على البيشنت تشوف اكو بولس. اوكي، لكن بنفس الوقت ماكو اي بريفرال بولسز. اوكي، فهي نسميه بولسلس الكتريكال اكتيفيتي. طبعا خلوا ببالكم البولسلس الكتريكال اكتيفيتي ما تنطي دي سي شوك، وهاي النقطه نخليها ببالنا. لازم تفرقون انتم بين الدي سي، من يقولون دي سي بحد ذاته يقصدون سينكرونايزد او نن سينكرونايزد برايكم؟ يقصدون نن سينكرونايزد. بالمقابل السينكرونايزد اللي هي شنو ننطيها شنو؟ لازم بالتوب اوف كيو ار اس، وهذا الشيء تعرفه. اوكي، طبعا اكو هواي ناس يجي يلزم هاي المرضى دائما، خصوصا هاي الشو بزنس، يعني مثلا البيشنت اجاك وهو صاير دث ومنتهي اسستول وكل شيء ماكو. اوكي، ويقعدون ينطوا تي سي، ما يحتاج هذا الشيء، انت تسوي له سي بي ار الاساس مالتك. انت النن سينكرونايز دي سي تنطي بحالتين اللي هي شنو هي الحالتين؟ الفي اف، واذا كان شنو النوع الثاني؟ بلس بلس في تي، صح ولا لا؟ هاي حالتي الوحيدة اللي أنا أعطي نن سينكرونايزد. أوكي، فبالتالي نخلي ببالنا هذا الشيء. فالبيشنت عادة يصير ليش هاي اللارج امبولاي ممكن يصير عندي هذا بدها تقعد على البولمونري ارتري وبدها تسد كل هذا البرانشز مالته، راح يصير الهارت كأنه هو دي ضخ اجينست هاي ريزيستنس.
فيصير عندي فجأة يصير عندي نتيجة لهذا الشيء توقف هاي اللارج امبولاي، راح توقف الاكتيفيتي مال هارت نتيجة الهاي ريزيستنس، فيصير عندي الهارت الكوندكتيف سيستم مالته شغال اوكي، لكن نفسه هو كمبابولين فانكشن وقف اوكي. فيجيك البيشنت يصير عندهم نسميه بالسلس الكترال اكتيفيتي، طبعا له ديفرنشال دايجنوست، مو بس السدن امبولزم ممكن تسوي لي هذا الشيء. يجي البيشنت عاده الجولد ستاندرد تيست للبولمونري امبولزم، اكو فرق بين الجولد ستاندرد والفيرست تيست. الجولد ستاندرد وان هو شنو، اللي هو سي تي ان جي اوكي، راح تشوف مباشره يشوف لك يا هو البازلز المسدود وتمشي الامور. لكن احنا عاده مثلا بالمستشفى انت وين عندك سي تي ان جي تقدر تدزه بلحظه، البيشنت بينما يوصل للسي تي ان جي بمستشفيات العراق هذا البيشنت ميت وما حد ملحق له. فانت عاده شو تسوي بالطوارئ او بالرد هش، انت عندك بيشنت وشكيت عنده هذا بولمونري امبولزم، حتى انت تسوي الشيء تقدر عليه اللي هو شنو، اجي شكيت عليه هوايه ومتاجي احسب ويلز كرايتيريا. طبعا هم موضوع ما راح احكي عن هاي الكرايتيريا لان هذا ان شاء الله نحكيها بستيب 2 سي كي، لكن هي كرايتيريا معينه اذا البيشنت مشوا ويا الكرايتيريا هذا البيشنت انطيه مباشره تريتمنت. ما مشوي الكرايتيريا المفروض ادز دي دايمر، وطبعا هذا ايضا قصه اغلب المستشفيات موجود فيها. فانا الموجود عندي شنو، اشوف الاي سي جي، طبعا الاي سي جي ما ادور تفاصيل، ادور اشوف تك كارد، ما راح اشوف هاي الشغلات هسه راح نحكي عن هذا الشيء. ادز اذا عندي بورتابل اكس راي اسوي له اكس راي وتشيست اكس راي، هاي الشغلات اللي انت تقدر بسرعه تسويها. ما تقدر مثلا دز سي تي ان جي بالمستشفيات دي دايمر ما موجود اوكي، عاده تلقى يجوز هسه والله ما اتصور اتذكر احنا من ايام قبل مشينا داون دي دائما كلش قليل موجود اوكي. فبالتالي البيشنت عاده مثل ما قلنا الجولد ستاندرد هو السي تي ان جي، لكن بالاي سي جي راح اشوف فايندينج، مثلا اشوف الاشهر شيء اشوف تاكيكارديا، لكن هاي كلش ماكو واحد متاكد مسار بيها اس 1 كيو 3 تي 3. هاي ما انا شخصيا شاف هواي بولمونري بس ما اتذكر في اليوم شفت هاي بالاي سي جي اوكي. ممكن تشوفوها ممكن فواحد يشوفها جاست حتى خاف تجي بالامتحانات. هاي اسواني كيو 3 تي 3 احسها اكاديميك اكثر ما هي كلينيكال، ولو يجوز يعني ناس منكم شايفيها بس انا اتليست عم بس ما شايفها. اللي هي تشوف شنو الفايندينج، تشوف عندك اس ويف ديب اس ويف بالليد 1 اوكي، فشوف هاي ديب اس ويف. بالمقابل هذا اللي نقول اس 1 لكيو 3 ايش راح اقصد، راح القى كيو ويف اللي هاي كيو ار اس، راح اشوف هاي الكيو ويف موجوده بالليد 3 فهي اس 1 كيو 3. تي 3 ايش اقصد؟ بالله ايضا بليد 3 ايش راح القى انفيرتد تي واي، فاقول هذا اس 1 كيو 3 تي 3، يعني راح القى ديب اس و اس بالليد 1، راح القى كيو واي بالليد 3، وراح القى انفيرتد تي واي بالليد 3، فاقول هذا اس 1 كيو 3 تي 3. طبعا هذا يقول لك انه هذا مو كمان، الكمان نشوف سانس تك كارد، يعني راح تشوف هذا الشيء. تمام وهذا واقع، حتى بالدقيقة راح تشوفون اغلبهم سانس تك كارد، ما تشوف عندهم هاي الفاينل. اوكي؟ فهاي الاي سي جي راح اشوف فيه. طيب اكو شيء بالهيستوباثولوجي، يعني احنا مثلا اجى البيشنت وصار عنده ديث وانت هناك دزيته على بوست مارتم ستدي او على يعني شو اسمه اوتوبسي، فهناك رجع عليك قال لك ترى عنده هذا ثروبوسس او عنده امبولزم. زين احنا ايش مدرينا هاي الامبولزم صارت بيفور لو افتر ديث اوكي، ممكن نتيجه لستيسز وهاي تصير عندي هاي الامبولزم. فاكو شيء مهم يميز لي اللي هي عباره عن بري اور بوست مارتم ثرومباي، يعني بين قوسين هل صارت هاي الثرومباي قبل الدث لو بعد الدث، اللي هي شيء يسميه لاين اوف زان، اللي هو عباره عن لاين متكون من منطقه بنك اللي تشوفوها هذه مثلا هذه البنك اريا، هاي البنك اريا اوكي، اللي هي تمثل شنو فايبرين وبليتلت، ومنطقه ريد اذا تشوفون هاي هاي اسميها شنو هذه ار بي سي. فاللاين اوف زانز اللي هو عباره عن alternative area of pink region اللي هي عبارة عن platelet to fibrin و red region اللي هي RBC. هذا عادة اشوف المفروض بس بالثرومباي اللي صايرة قبل الدث، اللي after death ما راح اشوف بيها line of sight. فبالتالي راح تميز لي هل هذا الثرومباي بدأت عنده before death لو after death، اخلي بالي هاي النقطة. طبعا التريتمنت انت تنطي ممكن anticoagulation اوكي. طبعا على فكرة الاكس راي فايندينج هو راح تلقى ممكن تشوف هذا قضية الهامتون هام، قضية هذا الويت شيب انفكشن، هاي التفاصيل واكو هواي شغلات بالاكس راي، بس انتو كستيب 1 مو طالب بيها. تمام يبقى التريتمنت انت راح تنطي انتي كوغليشن اللي هي ممكن هيبرين، ممكن تنطي دايركت فايركتارتين انهبيتر، ممكن يحتاج بيشنت انفيلر فينا كيف فلتر. طبعا اكو حالات معينه انديكيتد وممكن ممكن نعطيهم ثرامبولاتيك ثيرابي، لكن اكو حالات معينه انت كانديكيشن
وشان تدي لها هاي ستيب 2 سي كي، مو موضوع ستيب 1. طبعا اذا تشوفون هنا أنا بالصوره دي اشير لكم، اوكي، انه ايش راح اشوف؟ راح اشوف عباره عن فلنج ديفكت. اذا تشوفون هذا الموجود هنا، اوكي، هذا يعطيني فكره انه هذا ترى عباره عن نفس الشيء هذا الموجود. هذه هاي كلها عباره عن شنو؟ عباره عن امبوليزم، حتى اعرف اميز بينات هذا البلمونري، اوكي، ودا اشوف هذا الفلنج ديفكت داخله، هذا عباره عن امبولاي، حتى ما انسى هذا الشيء. طبعا احنا حكينا عن الموس كمان اللي هو نتيجه للثرومبوسيس، فيصير عندي امبولاي. لكن عندي انذر تايبس اللي مثلا عندي فات امبوليزم، وهذا كلش كمان بيصير عندنا بالعراق. يعني مثلا واحد يروح يسوي لايبوسكشن هناك، يعني ذاك اليوم مو قال اتصور طبيبه يمكن قبل فتره مو توفت نتيجه للفات امبوليزم، يمكن ما ادري اتذكر، يمكن مو يعني مو قبل فتره قصيره، قبل كم شهر يعني جوز 3 اشهر 4 اشهر هيك شيء، اكو وحده يمكن مسويه عمليه لايبوسكشن وصاعدها فات امبوليزم وصاعدها ديث. اوكي، هذول خلي ببالكم شغله، الفات او مو بس هذا الشيء لايبوسكشن، نتيجه مثلا فراكشر يجيك تيبيكال كيس صراحه بالامتحانات مو اللايبوسكشن، التيبيكال كيس يجيك انه البيشنت واقع وصار عنده فراكشر بالفيمر، هناك اجاك البيشنت عنده دسنيه، عنده هايبوكسيميا، عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن دراوزي على كونفيوجن، وياها عنده سكين راش، اوكي، اللي هي باتيكيال راش. هاي الترايد الريسبيراتوري مانيفستيشن وذ نيورولوجيكال مانيفستيشن وذ راش، هاي طبعا تيبيكال للفات امبوليزم، خلوها ببالكم لا تنسوها. تجي كاكاديمي تجي كستيب 1 انه بيشنت صار عنده فراكشر للفيمر مثلا، اجاك عنده سكين ليجن وياها عنده كونفيوجن دراوزنس نيورولوجيكال مانيفستيشن وياها عنده ريسبيراتوري مانيفستيشن، خلي ببالك هاي فات امبوليزم اللي هي عنده هيستوري اوف فراكشر او ممكن يكون هيستوري اوف لايبوسكشن، خلوا ببالكم هاي النقطه ولا تنسوها. بالمقابل عندي امنيوتك فلويد امبوليزم اللي هو عاده ممكن يصير بالليبر نتيجه او بالبوست بارتم. شلون راح اعرف هذا الشيء؟ اعرف انه هيستوري انه هي قبل فتره صعدها دليفري او شيء، فصار عندي نتيجه، ممكن ايضا ممكن يصير يوتراين تروما. المهم القصه وما بها انه البيشنت شلون راح يجيك؟ راح يجيك مانيفستيشن اوف دي اي سي، واحنا حكينا عن الدي اي سي، ويا الهيستوري مالتها راح يقول لك انه ترى كان عندها هيستوري اوف ديليفري قبل فتره، يعني فتره قصيره، فتعرف انه هاي القصه دي يقصد انه امنيوتيك فلويد امبوليزم، وشفنا انه عندها ديزني، عندها تفاصيل هاي المانيفستيشن، وممكن سانس تكاردي بالاي سي جي، فتعرف ده يقصد امنيوتيك فلويد امبوليزم. تمام اطباء لحد الان؟ اوكي، نحكي على اخر شيء اللي هو الاير امبوليزم. هذا شنو؟ احنا ايش قد الاتموسفيرك بريشر او ايش قد او الاتموسفير مالتنا ايش قد النيتروجين، هو اغلب واحد صح لو لا؟ احيانا ذول اللي يصير عندهم دايفرز، اوكي، ممكن يصير عندهم نتيجه يصير عندهم نيتروجين بابل تدخل داخل الجسم، اوكي؟ هاي النيتروجين بابل احيانا توصل وين؟ توصل للبولمونري ارتري فتسد، فيصير عندهم هذا الشيء يسميه اير امبولاي. نتيجه شنو؟ نتيجه الفرق الضغط، يسموها احيانا دي كومبريشن سيكنس، نتيجه الفرق الضغوطات بين المناطق الدايفنج اريا وبين المنطقه الطبيعيه، فهذا مباشره الفرق بالضغط ممكن يولد نيتروجين بابل. هاي نيتروجين بابل ممكن يصير بها بارتيسيبيشن بالبولمونري ارتري، فيجيك البيشنت مانيفستيشن اوف بولمونري امبوليزم نتيجه الاير امبوليزم، اوكي. واضافه لهذا ممكن يكون ياتروجينيك من دي يسمون سي في لاين، شايفين ناس مثلا يجي دائما ممكن يسوي سي في لاين، فانت اثناء هذا السي في لاين ممكن انت راح تدفع اير ويصير عندهم اير امبوليزم، لكن هي اشهر شيء يجيبون لكم اياها عاده بالدايفرز، اوكي، فخلوا ببالكم هاي النقطه. اوكي يا اطباء لحد الان راح المواضيع عندكم مشكله شيء صعوبه؟ احنا ان شاء الله المخطط نمشي راح يعني تقريبا 3 محاضرات راح تمشي اسرع، لان الاوبستركتيف والريستركتيف يعني بقى يعني الباثولوجي سهل بسرعه، يعني انا ما اشوفه بصعوبه، يمكن حتى انتم راح تحسوا انه اسهل بهوايه من الفيزيولوجي. فيتس اوكي، يعني انا بالنسبه لي هنا راح اتوقف، ما اقدر ازيد عليكم هوايه محاضره اليوم، الميديستان والباثولوجي ناخذها باكر يعني على المحاضره الجايه ويا الاوبستركتيف والريستركتيف ايرواي ديزيزز.